بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الذوق بعد أن بين الدرجة الأولى من كلام صاحب المنازل وهو ذوق التصديق طعم العدة، تصديق بوعد الله سبحانه وتعالى يذوق طعمه ويوقن به ويجد لذة ذكر ما وعد الله عباده المؤمنين من أنواع الخير في الدنيا والآخرة، وأن هذا الذوق الذي نشأ عن التصديق، هذا التصديق لا يحبسه ظن عقيدة فاسدة تمنع كمال التصديق، لأن البدع والضلالات والعقائد الفاسدة تمنع أن يصل الإنسان إلى اليقين الذي يحصل به شهود وعد الله عز وجل كأنه حاضر أمامه، ولا يقطع هذا الذوق النشأ عن التصديق أمل من آمال الدنيا، لأن الانشغال بها ينسي العبد وعد الرب عز وجل في الآخرة، كما لا تعوق هذا التصديق وهذا الذوق الأماني أماني الغرور. قال الدرجة الثانية، قال فصل، قال أي صاحب المنازل الدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس، فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. ذوق الإرادة طعم الأنس، من يريد الله سبحانه وتعالى يريد رضاه، يريد حبه، يريد القرب منه، يريد طاعته، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان الله معه، إذا عمل لله عز وجل مخلصا أذاقه الله سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الإخلاص الذي هو إرادة وجه الله دون من سواه، هذا معنى الإرادة، شعور القرب من الله عز وجل والمعية، وهذا الشعور هو أعظم سبب لسعادة الإنسان في هذه الدنيا، يستشعر على الدوام أنه مع الله وأن الله معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفته. فمعية الله عز وجل سبب يجعل القلب يزول عنه أنواع الوحشة وأنواع الألم والضيق، يزول عنه القلق والاضطراب، خصوصا إذا كانت الأسباب تخالف ما يبتغيه الإنسان. فتأمل ما كان فيه موسى صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما يا ربي سهلين، والناس يجزمون بحصول الإدراك، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، وهو عليه السلام في سكينة وطمأنينة يقول: كلا إنما يا ربي سهلين. فهذا الشعور بالأنس هو الشعور بالمعية، فالذي يريد الله يخلص لله سبحانه وتعالى يذيقه الله عز وجل من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار يقول: لا تحزن إن الله معنا. فكان هذا الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن سببا للنزول السكينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فالشعور بالأنس المقصود منه الشعور بأنه مع الله وأن الله معه، فهذا يحصل بصدق الإرادة، أن يكون مخلصا لله، يريد الله في توجهاته كلها، في أفعاله وسكناته، فيحصل له من ذلك هذه المعية. لذا نسب ذوق
يعني نسب هذا الذوق إلى الإرادة، فقال ذوق الإرادة أي ذوق المنيد، ذوق صاحب الإرادة، أي لكن لم سماه ذوق الإرادة لأنه كان بسبب إرادة الله دون من سواه، يريدون الله واليوم الآخر، يردون الله واليوم الآخر. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإرادة الله إرادة القرب منه، إرادة الإخلاص، ويعني عدم نية شيء من الدنيا. هذه الإرادة تجعل صاحبها يتخلص من ثلاثة أمور خطيرة. هذه الإرادة التي تثمر الأنس على الدوام يشعر أنه مع الله، شغل الثلاثة الأمور التي تقطع هذا الأنس بسبب نقص أو ضعف الإرادة: الشواغل، هذا أول أمر، العوارض التي تعرض للإنسان من أعراض الدنيا، الثالث التفرقة، تفرقة الهموم والإرادات والأغراض. الشواغل كلما كان الإنسان واقعا في أحوال الدنيا ومشاكلها ولا يستحضر في أعماله إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأشغال لا تنتهي، شغل بالولد، شغل بالمال، شغل بالأهل، شغل بالجاه، بأنواع مشاغل لا تنتهي. الذي ينجي العبد من أن تقطعه هذه الشواغل عن الله، عن الأنس بالله، عن الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أن يكون مخلصا لله في أعماله كلها. إذا استحضر ذلك حتى في ما يشغل غيره، على سبيل المثال نزاعات الناس لا شك أنها تشغل العبد، تصرفاتهم لو أن الإنسان فكر فيها كثيرا، كيف فعل هذا الإنسان هذا الفعل، وكيف وقعت هذه المصيبة من فلان، وكيف وقع هذا الأمر من الآخر، لا شك سينشغل. الذي يجعله ثابتا على الشعور بمعية الله أن يكون في كل أعماله مستحضرا الإخلاص، أنه يعمل ذلك إلا حتى إذا جلس مثلا في حل منازعاتهم وفي مطالعة أحوالهم، لابد أن يكون له نية في أن يكون مثلا حاكما بينهم بالقسط، مصلحا فيما بين المسلمين، يريد وجه الله. ولذا قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن قد يفعل هذا شغلا، يفعل ذلك وجاها، قد يفعل إصلاح بين الناس من أجل إثبات الوجود والمنزلة عندهم، لأنه إذا قيل فلان أصلح بين الناس كان جاها عند هؤلاء وعند هؤلاء. فأما إذا كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا الذي يثابه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الشواغل تشغل، تجعل الإنسان لا يشعر بمعية الله، لا يشعر بضعف الإرادة، ضعف إرادة الله، أنه ليس يريد الله عز وجل بل يريد أشياء أخرى، تجعل هذه الشواغل تضعفه، تضعف شعوره بالقرب من الله وبالأنس به وبمعيته. النوع الثاني العوارض، ما يعرض للإنسان من أعراض الدنيا، الشهوات على قدرها، المحرم منها قاطع بالتأكيد. لو أن الإنسان مجرد خواطر المعصية تقطع معيته وأنسه بالله، فكيف إذا فعلها؟ مجرد أن يظل يفكر في المعاصي لا شك أنها يزول عنه الذكر، تزول عنه المعية، يزول عنه الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، فلا يجد لها طعما، لا يجد لذة الأنس. ولذلك
كانت التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي سببا لرجوع العبد إلى القرب لكي يجد الأنس بالله. العوارض الأخرى شهوات مباحة ليست معاصي، طبعا مكروه أولا ثم المباحات، لكن إذا زادت عن الحاجة بالتأكيد أشعرت العبد ببعده عن الله. لو أنه على سبيل المثال مهتم جدا بأن يكون له 4 زوجات وشغله الشاغل في أن هذه بيضاء وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه شقراء وهذه شعرها أسود ونحو ذلك، واحد آخر همه أنواع الطعام، النهاردة هنأكل سمك وبكرة جمبري والنهاردة وبعد كده لحمة مشوية وفراخ، ويقعد بقى إيه كان موضوع الأكل ده قضية خطيرة جدا. نضحكوا على إيه؟ معناها الناس كلها بتعمل كده. ده هو ده. واحد تاني أهم حاجة عنده إيه؟ الموبايل. الموبايل ده فيه إمكانيات كذا وفيه بتاع كذا وفيه عامل كذا، وحرام الحاجات دي، بس بتشغل جامد جدا، تشغل وتقطع العبد، تخليه مش واعي لأعظم شيء يلتذ به في الحياة وهو الأنس بالله أو الشعور بمعية الله، لأن إرادته لله عز وجل ضعيفة. أشياء بقى ممكن تكون ما بين الحرام والمكروه، أهم حاجة عنده الأهل جاب عمل إيه في الماتش ده والزمالك عمل إيه ونحو ذلك وهكذا، أشياء كثيرة جدا. البنات والنساء، فلانة كانت لابسة إيه في الفرح بتاعها، وفلانة عاملة خطوبتها فين، وفلانة عاملة شعرها إزاي، وفلانة لابسة اللبس الفلاني، وفلانة دي كانت شكلها حلو، فلانة دي اتخطبت، فلانة دي ما اتخطبتش، فلانة دي اتجوزت، فلانة دي ما اتجوزتش، وهكذا. نبص تلاقي أشياء كثيرة. واحد تاني مشغول بالفلوس، العملية دي هتجيب كام في المية، والبورصة والأسهم والشركة الفلانية وهكذا. ده احنا بنفترض ان هو في المباح 100%، ولكن كلها عوارض، فهذه بالتأكيد تفسد الشعور بالأنس بقدر ما يتشغل هذه الأمور. اللي بياخد من هذه الدنيا قدر الحاجة فقط في طعامه وشرابه وشهوته ويعني أعماله الدنيوية وكسبه، فهذا الذي يستطيع أن يستشعر الأنس بالله ومعيته سبحانه وتعالى بطريقة سهلة، وحقيقة ذلك أنه فعلا يريد الله بكل قوة، ليس عنده عوارض الدنيا قاطعة تقطعه، ولكن في الحقيقة هي مجرد إعطاء للنفس حظها لتستطيع مواصلة السير. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها، صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. فقلنا الشواغل، والشواغل دي بتبقى أوسع من العوارض، لأن زي ما قلنا واحد على سبيل المثال عمال في مشاكل الناس على طول، وفي ناس بتبقى ليل ونهار بيحل مشاكل، في واحد ليل ونهار مشغول بما يفعله الناس. أقول لكم مثلا تلاقي الأخ قاعد على الكمبيوتر، الشواغل دي قاعد يجيب الموقع ده والموقع ده والموقع ده والمنتدى ده، ويكتب للرد على فلان ويكتب للبتاع على فلان، وقاعد مضيع عمره على الكمبيوتر على النت شواغل. انا نعرف حاجات كتيرة جدا، واحد مشغول ليل ونهار بمعالجة العفاريت وشواغل، ولك عشان ناس بس ما يروحش للدجالين. يا سيدي ما تديهم الشبكة وخليهم هم يصطادوا، انت تفضل كل يوم توكلهم سمكة، علمهم الرقية وسيبهم هم يشتغلوا، انت هتبقى انت مشغول بذلك ليل نهار. وهكذا العوارض بقى بتبقى خاصة برغبات الدنيا عند الانسان، ولو كانت قلنا محرمة او ايه، او مباحة شاغلة او مباحة تعرض، كل ده يكدر عليه حاله في الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لو واحد بقى دخل في مشكلة ومستغرقاه، هو نفسه واقع في مشكلة ومستغرقاه، يجتمع عليه الاثنين، يجتمع عليه العوارض والشواغل، لأن المشاكل بتبقى من أجل نيل حظ من الدنيا لنفسه، والشواغل بسبب المنازعة مع الخلق ومعاناة
يعني ما يفعلونه معه، وهذا أمر بالتأكيد يقطع القلب عن الشعور بالذكر، بالأنس بالله، بالقرب من الله، بمعية الله. لا تكدره تفرقة. التفرقة بقى اللي هي تفرق الإرادات والهموم، عايز يعمل كل حاجة، كل حاجة هو جعل نفسه، نصب نفسه يعني مريدا لها، وهذا أمر عندما تكون النيات مختلفة، مقاصد متعددة، لا يستطيع الإنسان أن ينتظم له أمر منها. الرغبات الكثيرة، كل إنسان يبقى عنده رغبات كثيرة في أشياء كثيرة، هذا قاطع عن الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ذلك الشعور بالتفرقة دون شهود الجنة، شهود القدر يجعلك تستحضر أن الأمور كلها نازلة من عند الله، أوامر من عنده سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان حتى في أشد أجواء الصراع لا يغيب عن قربه من الله عز وجل، شعوره أن فلان يفعل، القوة الفلانية تفعل، الجماعة الفلانية تفعل، الدولة الفلانية تفعل، ولا يستحضر أن الأمور من فوق، تجعله يتفرق، تجعله يبقى في تفرق ناشئ عن ضعف توحيد الربوبية اللي احنا نتكلم عليه ده، اللي هو عدم شهود قضاء قدر الله سبحانه وتعالى، عدم شهود أن الأوامر نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، وتبقى يجعله بقى مشغول بإرادات البشر اللي هم محيطين به، وكأن الأمور من تحت، فلان خططوا كذا، فلان بيدبروا كذا، والناس الفلان، الجماعة الفلانية عملوا كذا، والدولة الفلانية عملوا كذا، والمخابرات الفلانية تعمل كذا، فضلا بقى عن المشاكل الأصغر من كده، بقى الناس فلان الفلاني عمل فيا، وفلان الفلاني بيخطط لي، ولو هو ارتفع قلبه عن هذه الحواجز والأسوار لشهد أن الأمور من فوق، من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تهون عليه يعني أعمال أهل الدنيا بأسرها، ويصغرون في عينه، ويقل شعوره بأثرهم في حياته، وهذا كله يقوي شعوره بالأنس بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني اللي هو بسبب ضعف توحيد الألوهية، إراداته هو متنوعة ومتوزعة، كل شوية يعوز حاجة، كل ما يشوف زي بالظبط كده الطفل اللي بيشوف لعبة وبعد شوية يشوف لعبة غيرها يبقى عايزها برضه، وبعد شوية يشوف لعبة غيرها يبقى عايزها برضه، أو واحد جعان دخل بوفيه مفتوح، كل ما يشوف طبق يقول لي أخد منه، بوفيه مفتوح في فندق ده تبص الأكل بيترمى أضعاف الأكل اللي بيتاكل، ليه؟ ده جميل جدا أخد منه، ده اللي بعديه أخد منه، وأنت مش هتقدر تاكل كل ده، ده كله هيبوظ عليك في الآخر، لأن هو تفرقت إراداته. لو هو واحد عايز ياخد حاجته خلاص هياخد، شوف حاجة اللي بيعوزها وعلى قده ويخلص، لكن تبص تلاقي الناس تروح جام عامله الطبق بتاعها قد كده. ده مثال للإنسان في الدنيا، ان هو دنيته كل لما يشوف حاجة على قلبه ايه بيها، فيحصل له تفرق إراداته وخواطر، ويحلم بده ويحلم بده ويحلم بده، ويظل قلبه كذلك، فبالتأكيد هينقطع عن الله ومش هيشعر بقربه من الله عز وجل. فواحد منهم راجع إلى توحيد الربوبية وشهود القدر، يحصل تفرقة وشهود إن الناس هم اللي بيدبروا الأمور، فده بالتأكيد يقطع القلب عن الشعور بمعية الله. والنوع الثاني تفرق الإرادات. إيه اللي يجمع القلب على الله عز وجل؟ شهود القدر، إن الله الذي جعل، الله الذي أخرج فرعون، الله الذي جاوز ببني إسرائيل البحر، الله الذي نصر المؤمنين ببدر وهم أذلة، الله عز وجل الذي آوى المؤمنين وأيدهم بنصره، الله عز وجل الذي خذل الكافرين وأخزاهم، الله عز وجل الذي هزمهم. تأمل كده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حاجة ينسبها إلى
ربه عز وجل. شفت سيدنا يعقوب هو يقول وكذلك يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن الأوامر الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. الشعور ده عظيم الأهمية فيما خصوصا في أجواء الشواغل والعوارض. عندما يكون الشواغل كثيرة إيه اللي يخلي الإنسان مستحضر قربه من الله قلبه مجتمع على الله؟ إن الأوامر نازلة من فوق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يقوم البشر بكل اللي عندهم والدنيا بكل اللي فيها تصغر في القلب فيهون الأمر عليه فيظل مستشعرا قربه من الله ولا تقطعه الشواغل والعوارض. التفرقة النابعة من كثرة إرادة الدنيا وتعلق القلب بكل عارض من يعني بكل شيء منها تؤدي إلى توزع النيات ونسأل الله العافية. قال الدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس. ذوق المخلص طعم القرب من الله واستحضار معيته، وهذا يدفع عنه أن تشغله الشواغل المختلفة من خلطة الناس عن شعوره بقربه من الله، ولا تفسد العوارض الدنيوية والإرادات الدنيوية من محرمات أو مباحات زائدة عن الحاجة شعوره بقربه من الله، لأنه لا ينال من هذه العوارض الدنيوية إلا قدر حاجته فقط. وكذلك يعني هذا الإخلاص وهذا الشعور بالقرب من الله يجعله لا يتكدر بتفرقة إراداته في إرادات أهل الدنيا، وكذلك لا يكدره شعوره بأن أهل الدنيا هم الذين يدبرون، بل الله عز وجل في حسه هو الذي يدبر الأمر في كل وقت ويستحضر ذلك جدا، فيظل شعوره بالقرب من الله مستمرا. يقول ابن القيم رحمه الله الإرادة وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة التي يعني يقول من ذوق الإرادة يعني إيه؟ الذوق الذي يذوقه المريد بسبب وجود إرادة قوية. يقول وزي ما قلنا الإرادة دي المريد ده اللي هو مين؟ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى الذي يريد الله. فالفرق بين هذه الدرجة التي قبلها أن الأولى وصف حال العابد الذي ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وجل فجد في العبادة وأعمال البر لثقته بالوعد عليها، وصاحب هذه الدرجة ذاقت إرادته أو نقول ذاق بسبب إرادته طعم الأنس. الأنس وكانت أم إسماعيل تحب الأنس. يعني الأنس يعني عايز حد معاه، مش كده؟ مش عايز تبقى لوحدها. الأنس ده يأنس، كلمة الأنس يعني الحمر الإنسية، يعني اللي بتعيش مع الناس مش عايشة لوحدها في مستأنسة. يعني ايه مستأنسة؟ من الأنس أيضا، منها عايشة مع الناس المعي. عشان كده قلت لكم الأنس معناها معي فالواحد مثلا يعني ايه الأنس بالله بقى؟ يعني شعور إن الله معنا، أنا مع عبدي إذا ذكرني، الشعور بأن يعني الموضوع أمر الله عز وجل في قلبه على الدوام، عشان كده يشعر بالأنس أنه هو قريب من ربنا جدا. صح. والشعور بالوحشة والحمر الوحشية اللي بتنفر، فالشعور بالوحشة يعني الشعور بأن هو إيه؟ بعيد. ولذلك العقوبة بالبعد في الحقيقة، ده بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، قال فاخرج منها فإنك رجيم. يعني إيه رجيم؟ يعني مطرود مبعد. الموضوع البعد ده هو واستقرت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لقوم لا يؤمنون، كلها بعد
البعد ده هو سبب العذاب والوحشة بينه وبين الله بسبب البعد، لكن هو اقترب من الله سبحانه وتعالى، شعر بالأنس، شعر بالمعية. وإن الله مع المؤمنين دي كتير جدا في القرآن، ومع المحسنين ومع المتقين. المعية ربنا وعد بها كثيرا، وهي وعد في حد ذاتها، أن يكون الله عز وجل معنا، وأن تكون أنت مع الله مستحضرا هذه المعية. يقول: وصاحب هذه الدرجة ذاقت إرادته، أو نقول ذاق بسبب إرادته طعم الأنس، فهي حال المريد. ولهذا علق حال صاحب الدرجة الأولى بالوعد الجميل، أن ذاق طعم التصديق، ذاق ذوق التصديق طعم العدة، ذوق التصديق طعم الوعد. علق حال صاحب الدرجة الأولى بالوعد الجميل، وعلق حال صاحب هذه الدرجة بالأنس بالله، والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم الجنة. وزي قلنا العدة الوعد من الله عز وجل أعلاه وعد القرب منه، فهنا ذاق طعم القرب من الله ليرغب في مزيد القرب من الله يوم القيامة. والوعد بخير حال الدنيا، والوعد بنعيم الآخرة، كل ذلك من العدة. أما هنا فزاد على ذلك، على تصديق بوعد الله، رجاء القرب من الله عز وجل، الأنس بالله. يقول: فإذا ذاق المريد طعم الأنس جد في إرادته واجتهد في حفظ أنسه وتحصيل الأسباب المقوية له، لأسباب لتقوية الأنس، تقوية الشعور بمعية الله، الذكر، العبادة، التضرع، الصوم، الصلاة، النفقة، الزكاة، كل هذه أسباب تقوي أنس العبد بالله. قال: فلا يعلق به شاغل، أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله، لشدة طلبه الباعث عليه أنسه الذي قد ذاق طعمه وتلذذ بحلاوته. والأنس بالله حالة وجدانية، وهي من مقامات الإحسان: تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب، فكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. وقوله: ولا يفسده عارض، العارض المفسد هو الذي يعذب المحب ويلومه على النشاط في رضا محبوبه وطاعته، ويدعوه إلى الالتفات إليه والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالذي يجيء عرضا يمنع المار في طريقه عن المرور، ويلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. هذا العارض عند القوم هو إرادة من سوى الله، إرادة السوى، فإن كل ما سوى الله فهو عارض، وإرادة السوى توقف السالك، وإرادة السوى توقف السالك وتنكس الطالب وتحجب الواصل. فإياك وإرادة السوى، إياك أن تريد غير الله، إياك وعدم الإخلاص، فإياك وإرادة السوى وإن علا، فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى إخبارا عن عباده المقربين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قوله: ولا تكدره تفرقة، الكدر ضد الصفاء، والتفرقة ضد الجمعية، والجمعية هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس.
خاليا من تفرقة الخواطر، والتفرقة من أعظم مكدرات القلب، وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك، فتجيء التفرقة فتكدر عليه ذلك الصفاء، وتشعث القلب فيرد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه، فيجتهد في لمه ولا يلوم شعث القلب، ولا يلم شعث القلب إلا بشيء غير الإقبال على الله عز وجل والإعراض عما سواه، فهناك يلم شعثه ويزول كدره ويصح سفره إلى الله، ويجد روح الحياة أو روح الحياة، ويذوق طعم الحياة الملكية. أقول قولي هذا، أستغفر الله. إن شاء الله لا يوجد درس غدا، وخطبة الجمعة إن شاء الله في الخلفاء الراشدين. أنا مستفى السجناء الإفراج عن السجناء المصريين، السجناء المظلومين، يعني المطالبة بالإفراج عن السجناء المظلومين أمر حسن جزاهم الله خيرا. هل ما ورد في حديث الذبابة هو خاص بها أم في باقي الحشرات، حشرات الطائرة؟ الحديث الصحيح الذباب كله في النار إلا النحل. الذباب ما يذب، فالناموسة ذباب، والذبابة ذباب، وكل الحشرات الطائرة ذباب، كلها في النار يعذب بها أهل النار إلا النحل ليس في النار. هل هرقل ملك الروم أسلم ظن بملكه ولم يسلم؟ عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم. الإخوة تفقدوا بعضهم جزاهم الله خير بسبب الشيخ جعفر، سافر إلى أمريكا ثم يعود إن شاء الله غدا إن شاء الله الخميس من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس.